بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل نفس في نفس ولمحة عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا ورسائل المسلمين شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا السوء وسائر المسلمين بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا واليك المصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، نقرا كتاب فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب. ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع بشرح ابن قاسم الغزي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. فصل: ويخرج من الفرج ثلاث. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا الفصل خاص بالنساء دون الرجال، لأن لما قلنا في موجبات الغسل قلنا موجبات الغسل ستة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة تخص النساء فقط. الثلاثة التي يشترك فيها الرجال والنساء: خروج المني والإيلاج والموت. كويس، دول يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاثة خاصة بالنساء وهو الحيض والنفاس والولادة. فهنتكلم النهاردة على تفاصيل الحيض والنفاس والاستحاضة. بيقول الشيخ هنا: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، أي يخرج من فرج المرأة. يبقى أن الفرج هنا أي الفرج المعهود للمرأة، يبقى الألف واللام هنا للعهد، العهد الذهني. هو ما ذكرش النساء قبل كده، يبقى اسمه ايه؟ عهد ذهني معلومة. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض، وهو 9 سنين فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي لا علة بل للجبلة. يبقى دم الحيض ده دم صحة، بحيث أن المرأة لو لم يخرج منها الحيض تعتبر مريضة وتذهب للطبيب. يبقى المرأة الطبيعية يجي لها الحيض. أقل سن للحيض للنساء 9 سنوات. يبقى لو المرأة شافت الدم أقل من 9 سنوات يبقى ده دم مرض، نسميه استحاضة. يعني بنت عندها 8 سنين 7 سنين وخرج منها دم من فرجها، دي مريضة مستحاضة، نوديها للطبيب يعالجها. لكن 9 سنين فما زالت شافت الدم ما بتروحش للطبيب، أمها بتطمنها وتقول لها ده حيض يا بنتي، وتفهمها تعمل إيه. واضح؟ يبقى أقل سن للحيض هو 9 سنوات، ولا حد لأكثره في مذهب الشافعي. لا حد لأكثره، يعني حتى لو المرأة انقطع حيضها في سن 50 ثم رأت دم في سن 60 حكمه حيض. واضح؟ ده عند الشافعية. الملكية بيعتبروه استحاضة، لكن عند الشافعية المرأة لا حد لنهاية حيضها. واستدلوا طبعا ايه؟ بستنا سارة، واخد بالك؟ لما جالها البشرى حاضت وحملت بسيدنا اسحاق وكانت فوق 90، فقالوا صحيح ده نادر لكنه قد يقع، نادر لكنه قد يقع.
يبقى عندنا أقل سن للحيض 9 سنوات ولا حد لأكثره، بحيث المرأة لو رأت الدم بعد انقطاع الدورة بسنوات لها حكم الحيض، لو في رمضان ما تصومش ولو عليها صلوات ما تصليش لأنه ده حيض. كويس؟ عند الأحناف المالكية لا، لو رأت الدم ده بعد ما انقطع تعتبر مستحاضة فلا تمتنع من الصيام ولا تمتنع من الصلاة، وبرضه تذهب للطبيب تتعالج لأن ده تعتبره إيه؟ مرض. واضح؟ يبقى مذهب الشافعية يختلف عن مذهب المالكية في المسألة دي. الشافعية ما يمنعوش إن المرأة تروح تتعالج برضه، بس حكمه الشرعي حيض وحكمه الطبي استحاضة. يعني لو شافت دم بعد انقطاع الدورة بعدة سنوات في سن 60 من عمرها والـ70، عند الشافعية الدم ده حكمه الشرعي حيض وحكمه الطبي استحاضة. واضح؟ يبقى من حيث الشرع مش هتصلي ومش هتصوم مدة الحيض اللي هي أقل يوم وليلة وأكثر 15 يوم، فلو زاد عن 15 يوما هتغتسل وتصلي، أقل من يوم وليلة يبقى ده برضه استحاضة مش حيض. يعني الحيض ما يقلش عن يوم وليلة وما يزيدش عن 15 يوما. فلو قل عن يوم وليلة، شافت نقطة دم وقعدت مستنية يوم وليلة كاملين 24 ساعة ما نزلش تاني، يبقى نقطة الدم دي استحاضة، تقوم تصلي ولا تغتسل ولا حاجة. واخد بالك؟ لكن نزل عليها نقطة دم وبعد 12 ساعة نزل كمان نقطة، وبعد 12 ساعة زي يوم نزل كمان نقطة، يبقى ده حيض. واضح؟ يبقى أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أيام أو 7 أيام. هنقول الكلام ده مكتوب في الكتاب. الصبر جميل. وهنتكلم برضو على الدم اللي تراه الحامل حكمه إيه؟ استحاضة ولا حيض؟ دي برضو مسألة، لأنه ممكن تبقى حامل وتشوف نزيف ينزل عليها دم وهي حامل، حكمه إيه؟ هنتكلم عليه برضو. فبيقول هنا: فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض علشان يخرج أقل من 9 سنين. واضح؟ في سن الحيض وهو 9 سنين فأكثر. طب والإمام الشافعي يعني جاب 9 سنين منين؟ ما هو النبي ما نصش عليها ولا القرآن نص. احنا عندنا أصول المذهب قايم على 5، منها العادة محكمة، فنظر إلى عادة الناس، سأل الدايات والستات القائمين على علاج النساء في عصره اللي هو زي أطباء النساء والتوليد في زمنه، وقعد سأل في اليمن وسأل في الحجاز وسأل في العراق وسأل في مصر، فلقى أن أقل سن 9 سنين. واخد بالك؟ بالاستقراء، يسموه الاستقراء. فلما استقرأ الأمور فلقى أقل سن 9 سنين، واستأنس بأن النبي بنى بسيدتنا عائشة في 9 سنين، استأنس بهذا أيضا. يبقى استأنس بهذا لكن لم يستدل به. شكرا يا شيخ. يبقى استأنس بذلك لكن لم يستدل به، هو استدل به بالاستقراء. واضح؟ لأن عندنا العادة محكمة. من فرج المرأة، يبقى دم خارج ومن الفرج، ما يكونش خارج من الفرج اللي هو القبل، لأن الفرج يطلق على الدبر وعلى القبل، يبقى لازم من الفرج برضو إيه؟ الفرج المعهود اللي بيخرج منه دم الحيض وهو القبل دون الدبر. إنما الدبر لو خرج منه دم ما فيش حاجة اسمه دم صحة، الدبر لو خرج دم منه يبقى ده مرض، بواسير، ورم، أي حاجة بقى. فهمت؟ لكن القبل أو ممكن يخرج منه تبقى صحيحة. فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض وهو 9 سنين فأكثر من فرج المرأة أي القبل على سبيل الصحة، أي لا علة بل للجبلة، طبيعة المرأة كده، من غير سبب الولادة. برضو بالقيود دي كلها، لأن ممكن يخرج منها دم على سبيل الصحة بس بعد الولادة يسموه نفاس، ما يسموهش حيض. واضح؟ لو جاي بعد الولادة يسموه نفاس. فعشان كده الحيض لازم يكون من غير سبب الولادة لإخراج النفاس. وقوله: ولونه أسود محتدم لذاع. لذاع يعني حمضي.
وأسود محتدم يعني لونه أحمر غامق شديد من إيه، لأنه بينزل فيه جلطات فتلاقيه لونه كده، ولونه أسود محتدم لذاع، ليس في أكثر نسخ المتن. وفي الصحاح احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود ولذعته النار حتى أحرقته. اللون ده مهم علشان هنيجي في الاستحاضة هنعرف فيه المستحاضة بتتقسم لمميزة وغير مميزة. فهل هي بتميز الدم بينزل عليها ألوان فناخد الشديد نعتبره حيض والباقي نعتبره استحاضة أم لا؟ فمهم معرفة لون الحيض المعتاد حتى نميزه بينه وبين دم الاستحاضة. والنفاس تعريفه وهو الدم الخارج عقب الولادة، اللي مع الولادة ده مش نفاس، واللي قبل الولادة ده مش نفاس. ممكن قبل الولادة ينزل عليها دم، وممكن أثناء الولادة ينزل عليها دم، لحد ما ينفصل الجنين تماما يبقى الدم اللي بينزل بعد انفصال الجنين هو ده بقى النفاس. إنما اللي مع الولادة واللي قبل الولادة بلحظات حكمه وجهان عند الشافعية، وجهان، وجه يقول حيض ووجه يقول استحاضة، والراجح من حيث الطب أنه استحاضة. يبقى الدم الذي تراه الحامل أثناء حملها وجهان، حيض أو استحاضة، في وجه يعتبره حيض ويبقى حكمه حكم الحيض، تمتنع في أثنائه من الصلاة ومن الصيام ومن قربان الزوج. وسائر ما يمنعها كالمكس في المسجد والعبور على في المسجد، كل ما يمنع الحائض. يبقى الدم الذي تراه الحامل وجهان، وجه يقول أنه حيض ووجه يقول أنه استحاضة، فيقولنا أنه استحاضة يبقى لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من قربان الزوج ولا يمنعها من الصيام، وهذا يخالف قوانين الطب. ليه؟ لأن المرأة اللي بتشوف دم أثناء حملها بيبقى يسموه إيه؟ إجهاض منذر. إجهاض منذر يسموه أطباء النساء كده. وعلاج الإجهاض المنذر إيه؟ إنها تنام على السرير وتستريح كويس، ولا يقربها زوجها، لحسن يبقى إجهاض تام حقيقي متحتم يعني. فلما نقول إن هو حيض هنمنعها إنها تقوم تتوضى كل شوية، ونمنع زوجها إنه يقربها، ونمنعها من الصيام لأنها بتضعف بسبب النزل، يبقى يوافق العلاج الطبي، يبقى نرجح الاستحاضة الحيض على كونه مستحاضة. واضح؟ فهمت الحتة دي؟ فدي مهم لأنه يعنع في العلاج. لما نقول إن ده حيض يبقى زوجها لا يقرب، ومش هتقوم 5 مرات في اليوم من على السرير تقوم تتوضى وترفع رجليها تغسلها عشان العيل يسقط. فهمتني ازاي؟ هنقول لها نامي كده اهو استريحي خالص. تقول طب ما هعمل ايه في الصلاه؟ لا انت حائض، ما عليكيش الصلاه، ما عليكيش الصيام، وجوزك ما يقربلكيش. يبقى الحكم الشرعي يفيد الحكم الطبي، العلاج الطبي. لكن لو قلنا استحاضه مش هيفيد العلاج الطبي. فهمت بقى المساله؟ علشان كده ها؟ يقولوا اللي يقولوه دول دكاتره مش فقهاء. دكاتره مش فقهاء، دي عايزه طبيب شيخ زيي. تاخد مني. لأن طبيب وشيخ. فهمتني ازاي؟ إنما الأطباء اللي يقولوا لك كده سمعوا كلام كده في إذاعة القرآن الكريم وهو بيسوق العربية. قال صفحة دينية في مجلة ميكي. أراها. وبعدين بعد كده بيفتي الناس، ما ينفعش. الطب الشرعي بالطريقة دي لا يصلح. أو أراها في الصفحة الدينية في جريدة الأهرام أو اللواء الإسلامي. ما ينفعش. الدين ما يتخذش كده. الأرجح لأنه يوافق الطب. يبقى الدم الذي تراه الحامل وجهان، استحاضة أو حيض، وجهان. والراجح من جهة الطب أنه حيض لأنه يوافق العلاج الطبي. واضح؟ وبالتالي يبقى الدم اللي بينزل قبل الولادة بشوية تبقى حائض، نقول لها ريحي بقى ما تقوميش تصلي، منتظرة الولادة. فهمت؟ لكن لو قلنا ده استحاضة هيبقى عليها الطلق والدم نازل ولا قومي صلي.
ده اسمه كلام مش هينفع. فهمتني يا استاذ؟ يبقى لابد الترجيح هنا من جهه الطب، خصوصا ان الوجهان معمول بهم في المذاهب، يعني اصحاب المذاهب اختلفوا، بعضهم قال حيض وبعضهم قال استحاضه. فاللي يخش في الترجيح مين؟ طبيب بقى، يقول لك انا هختاره حيض عشان اريحها من الصلاه واريحها من الوضوء واريحها من قربان الزوج، لان كل ده يؤذيها ويؤذي الجنين. واضح؟ فهمت المساله؟ والنفاس هو الدم الخارج عقب الولاده، فالخارج مع الولد او قبله لا يسمى نفاسا. وزياده الباء الياء في عقب لغه قليله، عقيب يعني او عقيب، والاكثر حذفها. والاستحاضه اي دمها هو الدم الخارج في غير ايام الحيض والنفاس، لا على سبيل الصحه يعني على سبيل المرض. الاستحاضه يبقى اي دم لا يسمى حيض او نفاس يبقى اسمه نزيف. نزيف يعني استحاضه، يعني مرض. واضح؟ يبقى الاول انا اعرف ايه هو الحيض تعريفه، واعرف ايه هو تعريف الاستحاضه، وكل ما سوى ذلك يبقى اسمه مرض، وحكمه حكم الاستحاضه، يبقى تتعالج منه ولا يمنعها مما تمتنع عنه الحائض، من الصوم ومن الصيام ومن قربان الزوج ومن العبور في المسجد ما لم يخشى التلويث. واضح؟ وكذا من الطواف لا يمنعها، ولكن عليها ان هي تتحفظ. واقل الحيض زمنا يوم وليله، لان بيتكلم على الزمن مش بيتكلم على الكميه، عشان كده واقل الحيض يحتمل اقل في الزمن واقل في الكميه في القدر يعني. فهنا قال لك واقل الحيض، حط بين قوسين في الشرح اي زمنا، لانه بيتكلم على الزمن مده الحيض يعني. يوم وليله يعني 24 ساعه، يوم وليله يعني 24 ساعه، يعني لو رأت الدم نزل عليها في أقل من 24 ساعة ولم يستمر يبقى ده استحاضة. واضح؟ طيب لو استمر يوم وليلة يبقى حيض، وتتربص بنفسها حتى ينقطع. فضل نازل عليها ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم وخامس يوم، تقوم تفضل ماسكة نفسها لحد ما تلاقي وصلت 15 يوم أقصى مدة حيض. زاد عن 15 يوما تغتسل في 15، ويبقى ما زاد عن ده نزيف استحاض. واخد بالك ازاي؟ وتصلي وتروح للدكتور. واضح؟ رأت الدم يومين وانقطع ثلاث ايام، ورأيته يوم وانقطع يومين، ورأيته يوم وانقطع ثلاثة، الطهر اللي بين الدم ده ايه حكمه؟ في مذهبان، مذهب السحب نسحب عليه حكم الحيض طالما ان المجموع كله اقل من 15 يوما. واضح؟ او اللقط اذا كان مجموع الكل اكثر من 15 يوما، فنلتقط من بين هذا ايام الطهر تصلي فيه. يبقى عندنا مذهبان، مذهب السحب، ويؤخذ بالسحب ان كان مجموع انقطاع الدم ونزول الدم لم يزل عن 15 يوما. واضح؟ مجموع كله، ساعتها اروح ساحب عليه حكم الحيض كله. واضح؟ شافته ثلاث ايام انقطع يومين، وبعدين شافته ثلاث ايام يبقى كده كام؟ ثمانيه. وبعدين شافته ما شافتوش يومين كمان بقى 10، وبعدين شافته ثلاث ايام بقى 13، وبعدين شافت القصه البيضاء يبقى دي حيضها 13 يوم. ولا عبره بفترات الانقطاع، لا حكم له، فهمت؟ اسمه السحب، اروح ساحب عليه حكم الحيض. فهمت؟ ما مش هتصلي ايه؟ تقضي ليه؟ هو الحائض بتقضي الصلاة؟ تقضي الصوم. اللقط ده اللي هي واحدة بقى بتشوف ايه؟ ثلاث ايام دم ويومين وثلاث ايام طهر، ويومين دم وثلاث ايام طهر، ويومين دم وثلاث ايام طهر، وخمس ايام دم وثلاث ايام طهر، وهكذا 30 يوم.
مجموعه كله اكتر من 15 يوم. نقوم نقول لها هنا بقى ايه القطي، القطي الايام اللي بينقطع فيها واغتسلي وصلي، والايام اللي ينزل فيها اعتبريها حيض. فهمت؟ ما هي طبعا هي بينزل عليها الدم بتنقطع، انقطع الدم شافت القصه البيضاء تروح مغتسل وتصلي 3-4 ايام دول، جه تاني تنقطع. بحيث امتى نعمل كده؟ لو كان مجموع انقطاع الدم ومجموع نزول الدم اكتر من 15 يوما، واضح؟ لكن لو كان في حدود ال 15 يوما نسحب، ناخد بحكم السحب. فهمت المسألة؟ الصبر جميل، هنتكلم على المعتادة والمميزة والمبتدئة، دي أنواع مش جايبها لك هنا، دي شغلانة تانية. أصل أنا على فكرة خبير في الحيض والنفاس، لأن أنا يوم ما اتخرجت من كلية الطب وأنا امتياز جبت كتب الشافعية الكبيرة وقلت أنا هلخص الحيض والنفاس أوزعه على دكاترة النساء، وأنا كنت لسه امتياز. فقريت حوالي 400 صفحة في الحيض والنفاس في مذهب الإمام الشافعي في المهذب والمجموع، واخد بالك؟ الكتب الكبيرة اللي هي حواشي الحواشي بقى، واخد بالك؟ وقعدت ألخص ألخص ألخص، وعندي الكراسة دي لحد دلوقتي بخطي من سنة 79، فعندي خبرة كويسة في المسألة دي. لكن الحمد لله ما اشتغلتش نسا، لكن دكاترة النسا بيجوا يسألوني في الحتة دي، فأنا هقولها لك التقسيمات تمشي إزاي. بس خد الأول ده مني الأول، حبة حبة، خد الكلام ده حبة حبة، لأن في كل كلمة مني في تفاصيل وفي مذاهب، فأنا مش عايز ألخبطك الأول، أنا عايز الأول أبني فكرك، واخد بالك؟ وبعد كده بقى أحط فيه مذاهب تانية وآراء تانية عشان بعد ما الأول تفهم. فمش عايزين نتشعب. يبقى وأقل الحيض زمنا يوم وليلة، أي مقدار ذلك، وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحيض، وأكثره 15 يوما بلياليها، فإن زاد عليه فهو استحاضة. وعرف منين الإمام الشافعي أنه 15 يوما أقصاه؟ بالاستقراء برضه، بالاستقراء، سأل هنا وسأل هنا وسأل هنا لحد ما عرف أن أكثر ست بيجي لها حيض دي 15 يوم، وهي سليمة، واستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ناقصات عقل ودين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب العاقل منكن. فقالوا ما نقصان الدين يا رسول الله؟ قال تمكس إحداهن شطر دهرها لا تصلي. شطر دهرها، نص دهرها، يبقى أقصى نص وأقل الطهر نص. وعشان كده الإمام الشافعي قال أقل الطهر 15 يوما وأقصى الحيض 15 يوما، من الحديث اللطيف ده. ولما استقرأ بعد كده في النساء وجدوا أنه موافق لهذا، يبقى استأنس بالحديث، ولكن استقر الحكم على إيه؟ على العادة المستقرة في النساء، لأن زي ما ربنا ادانا الشرع خلق الواقع اللي احنا عايشين فيه، فالواقع ده دليل شرعي برضه، لأن الواقع ده هو اللي خلقه ربنا. فهمت برضه؟ فممكن تاخد الدليل الشرعي من الواقع، زي مثلا ما ربك يقول لك في القرآن أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ما قالناش كم أوضة والشقة تبقى على النيل ولا مش على النيل، وتبقى طبقين ولا مش طبقتين، ومعمولة ببلاط ولا بسيراميك، ما قالناش بقى، قال أسكنهن من حيث سكنتم. طب وتفاصيل السكنة بقى متروكة للعرف وللمستوى، كل واحد ليه مستوى سكنة معين، واخد بالك؟ يبقى العادة محكمة، يبقى السكنة الواجبة اللي على الزوج اللي يحكمها ايه؟ مش الشرع، العادة، واخد بالك؟ وعادة كل زمان ليه السكنة المناسبة ليه، فما ينفعش تسكنها اللي كان ساكن فيه جدك من 200 سنة، واضح؟ وهكذا. يبقى دي امور تاركها الشرع اللي بيحكمها العادة المستقرة. زي وانفقوا عليهن، ما قالكش انفقوا علينا كام، 100 جنيه ولا 200 جنيه ولا 500 جنيه ولا 1000 جنيه. متروكة بقى برضو للعرف العام. في حاجات كتيرة في الشرع غير مقيدة متروكة، على شكل الإمام الشافعي قال لك إيه؟ من ضمن أصول المذهب العادة محكمة. ما إحنا عندنا المذهب قايم على 5 أصول. الأعمال بالنيات اللي هي أمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال،
والمعصور لا يسقط والميسور لا يسقط بالمعصور والعدم محكم. خمس اصول قام عليها مذهب الامام الشافعي كله. فهمتني بقى ازاي؟ واكثره 15 يوما بلياليها، فان زاد عليها زاد على 15 استحاضه. طب افرض بقى المراه بتشوف الدم 30 يوم، نعمل ايه فيها؟ نخلي 15 حلو 15 طهر ولا نفصل؟ الفقهاء قال لك نفصل احسن، يعني نسالها هل هي ترى الدم على لون واحد طول المده ولا الالوان متغيره؟ واخد بالك؟ فاذا كانت بترى الدم على الوان متغيره يبقى ناخذ الشديد حيض وناخذ الضعيف استحاضه، بحيث ان يكون الشديد لا يزيد عن 15 يوما، بحيث ان يكون الشديد ما يزيدش عن 15 يوم. خليك ركز معايا عشان ما تسرحش. يعني نسالها انت بتشوفي الدم طول الشهر؟ تقول لك اه بشوفه يا دكتور طول الشهر. كله لون واحد يا ستي؟ تقول لك لا، ده انا في عندي خمس ايام يبقى دم كده زي الحيض العادي، لونه كده احمر غامق قوي، وبعد الخمس ايام دي يبتدي يفتح بالتدريج، وبعدين يبقى دم احمر خالص. فهمتني ازاي؟ نقوم نحسب الشديد نلاقيه اقل من 15 يوم. كويس؟ خمس ايام، نقول لها طب انت حطك يا ستي خمس ايام، الشديد ده حيض والباقي ده استحاضه، لحين ما نعالجها بقى. فهم؟ طيب بتشوفوا على وتيره واحده، ست تانية بقى دخلت بعدها للدكتور، تقول له يا دكتور انا بشوف الدم طول الشهر بس كله لون واحد، دي غير مميزه. ترد لعادتها ان كانت لها عاده. قبل ما تعي نقول لها يا ست قبل ما تعي كان حيضك كام يوم؟ تقول كانت سبعة ايام يا دكتور. نقول لها خلاص خدي سبعة ايام حيض وواحد وعشرين يوم طهر. واخد بالك ازاي؟ ترد لعادتها غير المميزه ان كانت معتاده. طب افرض نقول لها انت كان ليكي عاده؟ تقول لك لا انا ما كانش ليا عاده، ده من يوم ما جالي الحيض وانا ملخبطه. يبقى غير معتاده. طالما غير معتاده نقوم نردها لعاده اقربائها. نقول لها طب عاده اختك كام؟ عاده امك كام؟ عاده خالتك كام؟ عاده عمتك كام؟ العيله. واخد بالك ازاي؟ وتاخد متوسط. تقول لك انا ليا اخت بتجي لها سبع ايام، واخت تانية ثمان ايام، وليا عمه بتجي لها 10 ايام، وليا خاله بتجي لها تسع ايام. اروح مجمع دول واقسم على العدد واشوف العدد المتوسط واقول لها انت حيضك كذا. فهمت ازاي؟ دي طريقه الفقيه عشان يعرف يوقف. ترد لعادتها لعاده اقرانها ان لم تكن معتاده، في حاله ان لم تكن مميزه. واخد بالك ازاي؟ وكذلك ترد لعادة أقرانها إن كانت مبتدأة. يعني ابتدى الحيض بنزيف سن تسع سنين وابتدى الحيض نزل عليها 30 يوم، ملهاش عادة قبل كده، اسمها مبتدأة، يعني ابتدأت باضطراب في الدورة. نقوم نسألها برضو هل بينزل بألوان ولا ما بينزلش بألوان؟ قالت ما بينزلش بألوان. نقوم نردها لعادة أقربائها. واضح؟ فهمت المسألة؟ يبقى احنا عندنا المرأة من حيث الحيض تسمى مبتدأة ومعتادة، ومن حيث اللون مميزة وغير مميزة. كويس؟ فهمت بقى المسألة؟ وكل بيبقى ليه حكم بقى. وغالبه احنا قلنا بقى ايه؟ ان اقصى الحيض 15 يوما، اقله يوم وليله. طب وغالبه اغلب الستات ايه؟ ستة او سبعة ايام. هو اغلب الستات كده. والمعتمد في ذلك اي السابق كله في اقل الحيض واقصى الحيض وغالب الحيض الاستقراء. يبقى ايه الدليل؟ هو الاستقراء. فهمت بقى؟ المعتمد في ذلك اي كله الاستقراء. وأقل النفاس إيه بقى؟ لحظة. وأريد بها زمن يسير. هي وأريد مش كده؟ أريد بالفتح أحلى. بس أنا عندي النسخة اللي عندي حاطط الضمة على الدال
فدي ما يصحش يعني. هي كتبها وأريد بها، يعني أريد باللحظة زمن يسير، أقل النفاس لحظة، لأن وجدوا أن بعض النساء النادرات تولد وما ينزلش بعد الولادة دم، تقوم تغتسل وتصلي زي ستنا فاطمة الزهراء بنت نبينا، كانت تولد وتقوم تغتسل وتصلي، واخد بالك؟ عشان كده سموها الزهراء. كويس، نادر صحيح بس فيه. طب وهي بتغتسل ليه؟ لان قلنا ان الولاده مني منعقد في صوره ادم، وخروج المني يوجب الوضوء الغسل، فيبقى لما تولد كان مني خرج منها بس في صوره انسان، واحنا عندنا خروج المني يوجب الغسل، يبقى تقوم تغتسل. فهمت بقى ازاي؟ أقل النفاس لحظة، وابتداء النفاس من انفصال الولد، لازم من إيه؟ بعد ما ينفصل الولد تماما، لأن في 6 ساعات العيل يقعدوا يولدوا 24 ساعة على ما العيل ينزل، يبقى نبتدي نحسب النفاس من بعد ما ينفصل الولد تماما، واضح؟ لأنها ممكن كمان تبقى حامل في أكتر من عيل، أكتر من توأم، يعني نزل عيل وقاعدة في المستشفى 8 ساعات نزلوا بعديه عيل كمان، ولسه في المستشفى نزلوا عيل تالت، قعدت 3 أيام تولد كل 6 ساعات تجيب عيل، واخد بالك؟ لما جابت لها 8 عيال بتحصل نوادر بس بتحصل. يعني من ضمن النوادر اللي أنا قريتها، من نوادر عادات الناس، ذكرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه، وذكر التاريخ والبلد، كان في الأندلس، امرأة في الأندلس تزوجها رجل، في أول حمل أنجبت ولدا، ثاني حمل جابت له 2، ثالث حمل جابت له 3، رابع حمل جابت له 4، خامس حمل جابت له 5. فنادرة يعني، من النوادر، واخد بالك ازاي؟ يعني هي 5 حملات جابت له، شوف 20 عيل. فستات بركة بتوع زمان دول. فيحسب من آخر ولد. طبعا بعد انفصال، بعد فراغ الرحم من كل الأجنة، بعد ما يفرغ الرحم من كل الأجنة، والسقط الدم اللي ينزل بعده نفاس برضه، يعني مش شرط ينزل والجنين كامل، ممكن ينزل ناقص يبقى سقط، ويبقى الدم اللي نازل بعد السقط نفاس برضه. فهمت؟ طيب أقل النفاس لحظة، لكن أقل الحيض يوم وليلة، لكن أقل النفاس لحظة. أكتر النفاس 60 يوم، ما فيش ست بعد 60 يوم تقول لك أنا لسه نفس، ما ينفعش، بعد ما تولد ب60 يوم لسه في دم نازل تقوم تغتسل وتصلي بقى، لأنه أقصاه 60 يوم، واضح؟ وغالبه 40، حتى العوام يقول لك ما ربعنتش، لأن غالبه إيه؟ 40 يوم في أغلب الستات يعني، وممكن تطهر بعد 20 يوم، بعد 10 أيام، بعد 15 يوم، حسب ما ينقطع بقى، يعني مش شرط تستنى 40، واضح؟ يبقى أكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، والمعتمد في ذلك أيضا الاستقراء أيضا، واضح؟ أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، أقل طهر فاصل بين حيضتين 15 يوما، يعني إيه؟ يعني امرأة حاضت 10 أيام وشافت القصة البيضاء والحمد لله قامت اغتسلت وابتدت تصلي وربنا كرمها الحمد لله ماشية حلو، بعد 10 أيام شافت الدم، بتصلي بقى لها 10 أيام شافت الدم، نقول لها استمري في الصلاة لما نكمل 15 يوم، عشان أقل الطهر 15 يوم، ما فيش حاجة اسمها طهر 10 أيام وبعدين يجي حيض، أمال الدم اللي شافها ده استحاضة، ده مرض تروح تتعالج، لكن ما تمتنعش عن الصلاة، واضح؟ شافت الدم بعد 10 أيام واستمر معاها 10 أيام، يبقى هتاخد من العشرة دول 5 بتصلي و5 ما بتصليش. فهمت؟ فهمت ازاي؟ انه اقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، فما ينفعش بعد 12 يوم تشوف دم تقول انا حط تاني، نقول لا كملي 3 أيام كمان، واضح؟ لا مش حسب اللون، احنا بنلجأ للون امتى؟ لما تزيد المدد او تستغرق ال 30 يوم،
نقوم نبتدي نشوف مميزه ولا مش مميزه، ترد لعادتها ولا لا، مبتدا ولا غير مبتدا. ده الكلام ده لما يستغرق ال 30 يوم. واضح؟ واقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس، اذا قلنا بالاصح ان الحامل تحيض، او الاصح عند الشافعيه ان الدم اللي ترى الحامل ايه؟ حيض. يبقى الاصح اللي هو عليه الفتوى ويطابق الطب. واضح؟ يبقى في مقابل الاصح ان الدم اللي تراه الحامل استحاضه، مقابل الاصح يسموه صحيح، واخد بالك؟ ومقابل الصحيح يسموه ضعيف. فهمت؟ فما يقول لك في الاصح يبقى مقابله اسمه صحيح. واذا قلنا بالاصح ان الحامل تحيض فانه يجوز ان يكون دون 15 يوما. الحد الفاصل بين النفاس والحيض بقى ما فيش 15 يوم، ملوش حد. يعني ممكن ينقطع نفسها في اليوم الأربعين، كويس، وقامت اغتسلت الحمد لله، قعدت تصلي 3 ايام وبعدين شافت ده من ولادة حيض، ما نقولهاش استني 15 يوم، ولادة حيض بقى جديد، استني بقى. فهمت؟ بخلاف بين حيضتين نقول لها كملي 15 يوم، لكن بين نفاس وحيض ما تكملش، ان شاء الله تقعد يوم طهرة وشاف الدم بين النفاس والحيض نقول لها لا ده حيض جديد واليوم ده صليه. واضح؟ واحترز المصنف بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس فإنه يجوز أن يكون دون 15 يوما، ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثر الطهر بقى. ده ممكن تقعد طهرة 6 شهور وينزل عليها دم بعد كده، يبقى حد الطهر ده لا حد لأكثر. ممكن تفضل طهرة طول عمرها ما جالهاش حيض ولا مرة غير مرة واحدة بس، وبعد كده انقطع وما جالهاش تاني، وعاشت طول عمرها كده الحمد لله صار سليم. يبقى لا حد لأكثره من حيث الطهر. واضح؟ يعني كان في بعض النساء يجي لهم الحيض مره في السنه، وبالتالي دي لو اتطلقت هتبقى عدتها 3 سنين، واخد بالك؟ علشان تتجوز بعد جوزها لازم تقعد 3 سنين، لانها هتبقى محبوسه في العده. او بيجي لها الحيض كل سنتين تبقى عدتها 6 سنين. ها؟ يمشي كويس ايه؟ عشان ما تتطلقش يعني. هي عادتها، هي عادتها كده، مش مرض، هي عادتها خلقتها كده، ربنا خلقها كده. انا مالي بتحيد مره في السنه، هو ربنا خلقها كده. الساعه بتاع المبيض بتاعها بيشتغل كده ببطء شديد، بالتصوير البطيء، واخد بالك؟ فبتشتغل تقعد سنه ما يجراش حاجه، مالناش دعوه. لا، هي من أولاة الأحمال ولا هي فارغة الرحم؟ لو فارغة الرحم يبقى عدتها بالحيضات؟ طب ولو حامل؟ طب ما أقصى الحمل 4 سنين. عند الشافعية أقصى الحمل 4 سنين وأدناه 6 أشهر ولحظة. واخد بالك؟ نادرة، لكن في ستات قعدوا كده 4 سنين على ما ولدوا. حوامل 4 سنين والعيل نزل على KG1. دي اسمها نوادر، نوادر لدرجة ان الامام مالك امه حملت فيه 4 سنين ونزل ليه 2. الامام مالك صاحب المذهب. اهو نزل ليه 2. بيقول لك ايه؟ حاجات نادرة لكنها وقعت. واضح؟ الطب حاليا، القانون الطبي حاليا واخده 12 شهر سنة أقصى مدة حمل، على أساس حكاية السنوات دي نادرة، كانت في السنين الماضية إحنا سمعناها لكن ما شفناهاش في الواقع. فخد القانون الوضعي الحالي إن هي تبقى سنة أقصى مدة، يعني لو وضعت بعد سفر زوجها
ب 12 شهر ينسب له يبقى ابنه، واضح؟ لكن وضعت بعد سفره بسنتين يبقى مش ابنه. فهمت؟ علشان موضوع النسبة، عشان نسبه ليه ولا لا. زي برضو لو وضعت بعد الدخول بها من أقل من 6 أشهر يبقى أنا مش ابنه، 6 أشهر فما زاد يبقى ابنه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الحديث كده مش كده برضو؟ الحجر يعني المنع، يعني مش الرجم، يعني في ناس تفهم غلط في كده. لا، لأنها غير موثوق فيها، وقد ونسب الخطأ فيها كبيرة، وإحنا لابد أن ننسب العيل ده. فهمتني إزاي؟ فما نلجأش للكلام ده. آه، نسب الخطأ فيه عالية، واسأل الأطباء. أصل دي أبحاث لسه. لو ممكن يغلطوا في الرياكشنز ويقعد يعمل ويدي لك نتيجة مخالفة، لأن الرياجنس نفسها اتعرضت للضوء او مش عارف عمل ايه، في نسب خطا عاليه موجوده. يعمل انت في النباتات، انما الانسان محترم، لان نسب الانسان بينبني عليه احكام شرعيه كثيره، بينبني عليه ارث، وينبني عليه حرمه في النسب، وينبني عليه احكام في الزواج، وشغلانه طويله. فهمت ازاي؟ فلازم تبقى امورنا مستقره، واليقين لا يزول بالشك. واضح؟ خلاص، ما هو النادر لا حكم له. نيجي بقى في النوادر دي اللي هي مثلا 5 حالات في 100 سنة، واخد بالك، في الكرة الأرضية، نبحث بقى في الدي إن إيه، ونبحث مش عارف إيه، وافرض هو قبل إنه ينسبه ليه، ما يجراش حاجة، مش هنقول له لأ. لكن لو طعن في النسب نلجأ لآراء الفقهاء ونشوف أقصى المدة ولا لأ. افرض هو بقى راسه إيه بتاع شاكك وقال لك لا ده مش ابني وطعن، يجي القاضي يحكم إزاي؟ على القانون الوضعي بتاعنا الحالي في مصر 12 شهر. واخد بالك ازاي؟ لكن على لو كان قاضي شافعي ينسبه ليه طالما اقل من 4 سنين. فهمتني ازاي؟ يعتبره ابنه. فهمت المسألة؟ ولا حد لأكثره، يعني لا حد لأكثر الطهر. كويس؟ فقد تمكث المرأة دهرها بلا حيض. قد تمكث. أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، فإن كان الحيض 6 فالطهر 24 يوما، نكمل 30، ناخد 6 من 30، وإن كان الحيض 7 فالطهر 23 يوما. وأقل زمن تحيض فيه المرأة، وفي نسخ الجارية، في الجارية اللي هي البنت الصغيرة سموها جارية ليه؟ عشان طول النهار بتجري، تجري على الجيران تجيب مش عارف ايه، وتجري عند البقال تجيب ايه، طول النهار ايه بتجري تجيب لهم طلبات. اول بقى ما تبقى عروسه يعملوا ايه؟ يقعدوها جوه، تبقى من اصحاب الخدور بقى، ما يردوش ايه يهينوها يعني، فسموها جاريه عشان طول النهار بتجري. واخد بالك؟ يبقى العيله الصغيره يعني. يبقى فيعتبر بغالب الحيض، احنا خلصنا ايه؟ واقل زمن تحيض فيه المراه، وفي بعض النسخ الجاريه 9 سنين قمرية، نحسبها بال9 سنين القمرية، وهل هي تحديدا أم تقريبا؟ تحديدا. واضح؟ 9 سنين بالتحديد كده باليوم، فهمت؟ و9 سنين إيه؟ بالقمر، مش 9 سنين بالشمس. واضح؟ دهرها عمرها يعني. فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض وإلا فلا. افرض شافته قبل 9 سنين بزمن يضيق عن حيض وطهر، يعني بأقل من شهر، ما هو حيض وطهر لما تجمعهم بيبقوا عايزين شهر، مش كده برضه؟ لقيته قبل 9 سنين ما تتم بأقل من شهر، يبقى خلاص ده حيض. واضح؟ لكن لو لقيته قبل ما تتم 9 سنين بشهرين يبقى استحاض. فهمت بقى المسألة؟ أدي. وأقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان، استنبطها سيدنا الإمام الشافعي، معروفة القصة،
اللي هي حملوها في ثلث 30 شهرا، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، فحولين من 30 12 شهر، من 30 6، فيبقى دي اقل 24 من 30 يتبقى 6، 24 شهر اللي حولين، و30 شهر يبقى ايه 30 من 24 من 30 يطلع لك 6، اللي استنبطها سيدنا الامام الشافعي، لان سيدنا عمر كان هيرجمها لما ولدت في 6 اشهر، كان هيعتبره ابن زنا، فقام سيدنا علي حلله الاشكال. وعشان كده سيدنا عمر ما كانش مخلي سيدنا علي يسيبه ويخرج في الفتوحات، مع انه كان فارس كبير، قال له ما تسيبنيش طول ما انا خليفه قاعد جنبي، لحسن اغلط في القضاء، فحبسه جنبه. مش كده تلاقي سيدنا علي ما حضرش فتوحات الشام ولا مصر، مع انه هو فارس تمام مغوار، منعه من ذلك سيدنا عمر. وكان حتى اما تقابله قضيه صعبه قوي يقول قضيه ولا ابا الحسن لها، يقصد سيدنا علي يعني، واخد بالك؟ فكان سيدنا علي يعني له بعيد النظر، لان النبي دعاله لما بعته قاضي لليمن، وكان عنده يعني سنه صغير حاجه ما وصلش ال 30 من عمره لما بعته قاضي لليمن، فقال له يا رسول الله كيف اقضي بالناس وانا لا خبره لي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على قلبي وقال اللهم سدده. فمنذ بيقول منذ ان دعا النبي هذه الدعوه ما اختلط علي في قضاء قط. واخد بالك سيدنا علي؟ فبقى مشهور، عشان كده يقول لك ايه اقضاكم علي، زي ما قال لنا ايه افرادكم زيد واقضاكم علي، واخد بالك؟ واقراكم ابي، واكثركم امانه على الامه ابو عبيده، كل واحد كان ليه لقب كده. واقل الحمل زمن الحاضر 6 اشهر ولحظتان، واكثره زمنا 4 سنين، وغالبه 9 اشهر، والمعتمد في ذلك ايه الوجود. ويحرم بالحيض 8 اشياء، باعتبار بقى باعتبار ما يمنع الاحداث 3 انواع، باعتبار ما منع حدث اكبر وحدث اوسط وحدث اصغر، ده باعتبار ما منع الحيض يمنع من 8، وعندك انت الجنابة تمنع من 6، كويس، والحدث الاصغر اللي هو بيحتاج الوضوء يمنع من 4 وخلاص، يبقى الحيض يمنع من كتير، اكتر حاجة يمنع عنها الحيض وكذا النفاس. ويحرم بالحيض 8 اشياء، ويحرم بالحيض وفي بعض النسخ يحرم على الحائض 8 اشياء، احدها الصلاة فرضا او نفلا، وكذا سجدة التلاوة والشكر، والثاني الصوم فرضا او نفلا، والثالث قراءة القرآن، والرابع مس المصحف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين، وجلدة المصحف تاخد حكم المصحف، كويس، لان الجوار بتاخد الحكم بالجوار، يقول لك من جورة سعيد يسعد، فالجلدة لما جورت المصحف سعدت، فهتلاقي نفس حرمة المصحف، خدت بالك؟ وحمله، يبقى قراءة القرآن حرام، ومس المصحف حرام، وحمل المصحف حرام. والخامس دخول المسجد للحائض إن خاف التلويث، والسادس الطواف فردا أو نفلا، والسابع الوطئ، ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار. يعني افرض واحد جمع امرأته في أول حيضها حرام، طب كفرته إيه؟ ورد حديث ضعيف عن سيدنا عبد الله بن عباس إنه يتصدق بدينار. الدينار يعني 4 جرام وربع ذهب. جرام الذهب دلوقتي ب 300 جنيه تقريبا مثلا، يعني بيلف كده 280 على حد 310، بيلف في السكه دي، فاعتبره 300، يبقى 300 في 4 1200، وربع كمان ربع ال 300، ربع ال 300 1275، يبقى اقول 1300، يبقى لو وطئ امرأته في الحيض يستحب ولا يجب. طب وقلنا ليه يستحب ولا يجب؟ لضعف الحديث، حديث ضعيف، لكن الصدقه كويسه، والقاعده ان الانسان لما يعمل معصيه يتصدق، فقال لك يستحب ان يتصدق بالقدر ده، كويس. طب ولو جامعها في اخر حيضها
نعذره بقى لانه بقاله كتير محروم، يقوم يتصدق بنصف دينار. يبقى ويسن لمن وطئ في اقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في ادباره التصدق بنصف دينار. لكن الجماع في الحيض كبيرة من الكبائر ويجب فيها التوبة والاستغفار، واضح؟ حكمه حرام مش من الصغائر، حرام من الكبائر. والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة، يبقى لا يجوز أن يباشر زوجته في المسافة من جسدها من السرة للركبة، كويس؟ فلا يحرم الاستمتاع بهما، يعني إيه؟ ما زاد. لكن السرة نفسها والركبة نفسها ممكن، يعني الركبة والسرة خارجين عن الحد، فلا يحرم الاستمتاع بهم، يعني الركبة والسرة، ولا بما فوقهما على المختار في شرح المؤدب، لأن في وجه تاني وإن كان ضعيف في المذهب أنه يحل له الاستمتاع بها كلها ما عدا القبل والدبر، واضح؟ ده الوجه التاني. لكن المعتمد تأتذر ويباشرها، تأتذر يعني تغطي ما بين السرة والركبة كعورة الرجل في السرة. يبقى دي كلها ما يحرم بالحيض، وكذا النفاس، ويقول بالنفاس يحرم بالحيض والنفاس. حقه كان يزود كلمة النفاس بس ما عرفش ليه ما زودهاش، زودها انت ما يجراش حاجة. هو قالك بالنفاس؟ انا عندي مش كاتب بالنفاس خالص. هو في بعض النسخ كاتب في الهامش ويحرم بالحيض والنفاس. النسخ يبقى النسخة بتاعتي اللي فوق دي ويقول كمان والنفاس. يبقى في نسخ كاتب والحيض بس، وفي كتب الحيض والنفاس، يبقى نسخة الحيض والنفاس هي اللي أدق. طيب، ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل، فقال ويحرم على الجنب. الجنب اللي هو إيه بقى؟ اللي خرج منه مني أو أجنب، يعني إيه؟ أو لج في الإلاج، يعني أدخل قدر حشفة في فرج، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه جنب. طب والميت؟ ما خلاص بقى ما بقاش مكلف بموته، يبقى الجنب هنا هيبقى حاجتين بس. ويحرم على الجنب خمسة أشياء، أحدها الصلاة فرضا ونفلا، وقراءة القرآن غير منسوخ التلاوة. لكن منسوخ التلاوة ممكن يقراه لأنه ده حديث مش قرآن، واضح؟ آية كان أو حرفا، سرا أو جهرا، وخرج بالقراءة التوراة والإنجيل. أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن، يعني يقرأ المعوذات بقصد التعوذ، يقول الدعاء القرآني بقصد الدعاء، لكن ما يقروش بقصد التلاوة. والثالث مس المصحف وحمله، والرابع الطواف فردا أو نفلا، والخامس اللبث في المسجد لجنب. يستثنى من الحكم ده سيدنا علي بس، من سائر الأمة النبي استثناه، أجاز له أن يمكث في المسجد وينام فيه وهو جنب، سيدنا علي دون سائر الأمة، كويس؟ مستثنى، لأن النبي كان له أن يخص من شاء من أمته بما شاء من الأحكام صلى الله عليه وسلم. واللبس في المسجد لجنب مسلم، نكتب كده إلا سيدنا علي، إلا لضرورة كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله. أما عبور المسجد مارا به من غير مكس فلا يحرم، بل ولا يكره في الأصح. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبس، وخرج بالمسجد المدارس والربط. بعد المساجد تلاقي إيه؟ ملحق بها مدارس، فالمدارس الملحقة بالمساجد دي خارجة، زي الأزهر الشريف في أروقة، الأروقة اللي في الأزهر دي مدارس، فهمت؟ غير الصحن اللي بيصلوا فيه الناس. ثم استبرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر اللي هو بيوجب الوضوء، فقال ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمل، وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف، ويحل حمله في أمتعة، يعني ممكن يشيل المصحف في وسط شنطة هدومه. وفي تفسير أكثر من القرآن وممكن يحمله، لما يبقى التفسير أكثر من القرآن بشرط ألا يكون القرآن في كنار لوحده، لكن زي تفسير ابن كثير كده سطر
قرآن وكذا سطر تفسير. ده ممكن تحمله لأن الكلام فيه أكتر من المصحف. لكن في بعض التفاسير تلاقي كتب لك المصحف على جنب كده وبعدين عمل لك التفسير على الهامش، أو ده ما ينفعش تشيله لأنه لا حكم المصحف. حاضر خلص بس دي. وفي دراهم ودنانير، ممكن تشيله بدراهم ودنانير. يعني ساعات في الدراهم يكتب لك مثلا ايه بسم الله، ما بسم الله دي قرآن. يكتب لك محمد رسول الله، ما دي قرآن. واخد بالك ازاي؟ كفى بالله وكيلا، قرآن. يبقى ايه لو كان في دنانير ودراهم وخواتم نقش على كل منهما قرآن، ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم. المميز المحدث اللي هو الطفل المميز اللي بيحفظ في الكتاب، ده ما تمنعوش لانه ده قاعد بيحفظ طول النهار، والطفل صعب تقول له اتوضى كل ما تحدث والا مش هيعرف يحفظ. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. هنا ان شاء الله في الداء كنا طالعين عمره السنه اللي فاتت، فايه كتبت لهم احكام الحائض والنفساء والمستحاضه في العمره والحج، لخصتها لهم تلخيصه حلوه، فان شاء الله هنديها لكم تصوروها لبعض، واللي يلاقي فيها حاجه محتاجها هنديها للامام وتديها المره الجايه، هصورها لهم وتوزعها لان دي مفيده، خصوصا بيروحوا يسافروا الستات في العمره والحج ويحصل لهم مشاكل حيض ونفاس، وتبقى مش عارفه تعمل ايه وتطوف ازاي وتحرم امتى، وتلخبط جوزها وتلخبط الفوج اللي معاها، وتبقى عامله لنا مشكله. طيب بالنسبه للورقه اللي انا وزعتها عليكم هنقراها معاكم بسرعه. احكام الحيض والنفاس على مذهب الساده الشافعيه، مكتوب كده في الوسط: الدم الخارج من فرج المراه تقسيمتين، في حال الصحه وفي حال المرض. حال الصحه نوعين، نفاس وحيض، وحال المرض نوع واحد في غير حيض ونفاس اسمه استحاضه. كويس. نيجي في النفاس، تعريفه عقب ولادة أو سقط، غالبه 40 يوما وأقل لحظة وأكثره 60 يوما. سهلة مكتوبة قدامك. نيجي في الحيض، من سن 9 سنوات قمرية فأكثر، وكذا الحامل على المعتمد إن رأى الدما، كل ده يسمى حيض، غالبه 6 إلى 7 أيام وأقل يوم وليلة وأكثره 15 يوما. سهلة. طيب في حال المرض، في غير حيض أو نفاس أو أقل من سن الحيض يسمى استحاضة. وكاتبين بقى تحت الحيض إذا زاد عن 15 يوما يروح يبقى استحاضة، وجالبين عند النفاس إذا زاد عن 60 يوما يروح يبقى استحاضة. واضح؟ نقلب الصفحة. تعريفات هامة: مبتدأة وهي التي لم ترى الدم إلا مرة واحدة في الاستحاضة أو أي أو حيضها استحاضة، دي اسمها مبتدأ. معتادة هي التي سبق لها الحيض ولو مرة واحدة فعرفت عادتها. مميزة هي التي ترى الدم على صفتين أو أكثر، كأن تراه قويا أسود أو ضعيفا أحمر أو صفرة محمرة، بحيث لا ينقص القوي عن أقل الحيض وهو يوم وليلة، ولا يزيد عن أكثر الحيض وهو 15 يوما، وأن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وهو 15 يوما، وأن يكون متواليا يعني متصلا. واضح كل دي الشروط. غير مميزة وهي التي ترى الدم على صفة واحدة أو لا يتوفر فيها شروط التمييز السابقة. وفي نوع تاني يسموها متحيرة، وأحيانا يسموها محيرة، وأحيانا يسموها متحيرة. هي محيرة لأنها حيرة الفقيه، واخد بالك، ومحيرة لأنها احترت مع نفسها فيسموها المتحيرة. كويس. وقد تسمى محيرة وهي غير مميزة، وقد تكون معتادة ناسية لعادتها قدرا ووقتا، أو ذاكرة لعادتها قدرا فقط، أو ذاكرة لعادتها وقتا فقط. دي أنواع المتحيرة. يجب على المستحاضة عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الطواف، حقنا نزود الكلمة دي، زودها. يبقى يجب على المستحاضة عند إرادة الصلاة أو الصوم أو الطواف، زودها الطواف. أول حاجة تطهير فرجها بالماء أو الحجر الشرعي،
ومثله حاليا ورق المناديل والتواليت عند فقد الماء. ثاني حاجة حشو الفرج وعصبه بخرقة ذات طرفين، طرفا أمامي وآخر خلفي، تربطهما ربطا محكما بخرقة تشد بها وسطها ما لم تكن وقت الحشو صائمة. يعني هتحشي فرجها ما لم تكن، يعني لو كانت سيد، لو بكر مش هتحشي الفرج، لو سيد بتحط قطن جوه الفرج عشان القطن ده بيعمل تجلط يقوم يمنع استمرار النزع، وتروح ربطة حزام كده حوالين وسطها، وتجيب خرقة ليها ايه، ليها رجلين كده ورجلين من ورا، وتروح ربطة من قدام على الحزام ومن ورا على الحزام علشان تبقى سدة ايه موضع الفرج بحيث توقف الدم يقوم ما ينزلش منه. ستنا زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش اختها كانوا بيصلوا في الطست من شدة النزل، كانت تقف تصلي واقفة في الأروانة من شدة النزل، من أشهر المستحاضات في عصر النبي. سيدتنا زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش أختها، حمنة كانت زوجة عبد الرحمن بن عوف، زينب بنت جحش كانت زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه؟ لو كانت صايمة ما تحشيش في فرجها بقى قطن، لأن لو دخلت في فرجها قطن تفطر. فهمت؟ لأن إدخال أي شيء في الفرج مع الصوم يفطر. يبقى الحشو لغير الصائمة. ثاني حاجة التطهر بأن تتوضأ أو تتيمم في حالة فقد الماء بعد دخول الوقت، لأنها دائما حدث لازم تبقى بعد دخول الوقت، ولا بد من الترتيب في الوضوء والموالاة حيث تجب الموالاة على كل دائم حدث، وتصلي بهذه الطهارة فرضا واحدا ونوافله، وتبادر بتأدية الفرض بعد فعل الطهارة، ولها الانتظار بقدر ركعتين خفيفتين لإدراك الجماعة مثلا، وينتقد وضوءها أو تيممها بأي حدث سوى الاستحاضة كبول أو ريح مثلا، فإن حدث عليها إعادة كل ما سبق. سهلة؟ طيب. ما يحرم بالحيض والنفاس كل ما حرم على المحدث والجنب ويزاد عليها الصوم فرضا ونفلا. انت عارف ان الجنب ممكن يصوم وهو عليه جناب، لكن الحائض ما تصومش، مش كده برضو؟ يبقى يحرم عليها ما يحرم على المحدث والجنب يزاد عليها الصوم فرضا ونفلا. وكذا العبور بالمسجد ان خاف التلويث، والجماع ولو بحائل، والمباشرة بين السرة والركبة، ويحرم عليها الطهر من حدث او لعبادة كغسل الجمعة الا اغسال الحج والعمرة بس. غسل يعني ايه؟ الوقوف بعرفة تغتسله، غسل الاحرام تغتسله، غسل المبيت في مزدلفة تغتسله، وهكذا. ويحرم على المحدث الصلاة ومس المصحف وحمله والطواف، بينما يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث بجانب حرمة قراءة القرآن ولو بعض آية والمكث في المسجد. ما يجب على الحائض والنفساء قضاء الصيام دون الصلاة للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كاملين لك جدول أحكام المستحاضة. المستحاضة بنقسمها إلى مبتدأة ومعتادة ومتحيرة. المبتدأة نقسمها لنوعين، مميزة وغير مميزة. المميزة فترة القوية حيض وفترة الضعيف استحاضة، سهلة. غير مميزة حيضتها يوم وليلة من أول نزول الدم وتسعة وعشرين يوما استحاضة، هكذا. دي في المبتدأ لأن ملهاش عادة. المعتادة مميزة فترة القوية حيض والضعيف استحاضة، غير مميزة ترد لعادتها. متحيرة ثلاث أنواع، معتادة ناسية لعادتها قدرا ووقتا، وذاكرة لعادتها قدرا فقط، وذاكرة لعادتها وقتا فقط. تقراهم ولو قابلك حاجة فيهم مش فاهمهم نشرحها لك المرة الجاية. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.